مشاهدينا رجعنا لكم تاني، ويوم الثلاث بالنسبه للنص الحلو وبالنسبه للي بيتابعوا النص الحلو هو فاطمه. فاطمه النهارده بناء على طلب المشاهدين بقت معانا وقت اطول من الحلقات اللي فاتت، علشان مستنيين اتصالاتكم وتليفوناتكم اللي بتظهر على الشاشه واستفساراتكم. والنهارده موضوعنا موضوع مهم جدا هنكمله، كنا فتحناه اول الحلقات، وهو التوافق بين الابراج. ايه اكتر ابراج بتتوافق مع بعض، وايه ابراج لو شافوا بعض يطلعوا يهربوا على طول؟ مساء الخير يا فاطمه. مساء النور عليكم ليلى. انت عامله ايه؟ جميله عليكي اللبسه ما شاء الله، يعني فيري نايس ستايل بيليق فيك يعني، والالوان مخلياكي ما شاء الله. دي الالوان اللي انت قلت لي عليها، الاصفر لون الغيره. ايوه قصده بيه حاجه. ايوه قصده الالوان ليها تاثير، يعني شايفاكم الوان مختلفه حلوه قوي النهارده ما شاء الله. ولو فيه الفير يعني الاخضر. جميل جميل جميل، بيريح العين مع بعض. والالوان بصي الالوان هنا، البينك والفير يعني الوان كتيره حلوه. فيري نايس، وقاعده بين اثنين عاملين لك شويه كونتراست. كونتراست اند ريد. حلو. احنا كنا نتكلم قبل شويه على اللبس ده، انه احنا بتونس او الجزائر او في المغرب تقريبا احنا بنشبه بعض. يعني احنا في المغرب نوجه تحيه بحكم انه فاطمه من المغرب، ونوجه تحيه لشعب المغرب ونقول لهم كي دايرين، لاباس عليكم. لا بأس، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. موضوع مهم جدا ان احنا نعرف التوافق. زي ما قلت لكم اي حد ممكن يتوافق مع التاني، بس ايه اللي بيلاقي مشكله؟ اولا احنا عارفين زي الابراج بتبقى عباره عن دايره، اوكي؟ ده قصاد ده بيبقى توافق كويس ماشي في خط مستقيم، لكن لما بيعمل لنا زاويه قايمه شويه بتبصي حتى تلاقي الكلام كده تيجي حاجه في النص، عشان كده بنبتدي نقول ايه ده مش متوافق مع ده. انت دايما يا فاطمه بتحذرينا من الزاويه القايمه في كل حاجه يعني. شويه بتبقى عارفه كانه ماشي كده بتقف وبتيجي كده، او الزاويه الحاده بتبقى شويه العلاقه ما بينهم، بتحس الناس تقول لك انا ما قدرتش اكمل معاه، او هو يقول انا ما قدرتش اكمل معاه. اوكي. هل العلاقه بس ليها بالابراج بس؟ لا، هو مش الابراج بس، الابراج والنفس والاجواء وكل حاجه. بس احنا النهارده هنحط سبوت شويه ان الابراج، انهي ابراج بتمشي مع الابراج. طب هو الابراج هذه بتفرق من سنه لسنه؟ يعني التوافق بيتغير حسب السنه، ولا هو ثابت خلاص ده مع ده كويس ده مع ده؟ هي تقريبا حسب تاريخ الميلاد يعني. لا من سنه لسنه. سنه لسنه؟ يعني انا مثلا السنه دي في 2016 الحمل مع العذراء ما بيمشوش مع بعض. اكيد كل حاجه بتختلف. يعني العالم كل يوم بيتغير، فاكيد كمان الابراج ليها تغيير معين. بس انت ممكن تظبطي التون بتاعك، او دي حقيقه انه يمشي معاكي البرج ده لفتره طويله، اوكي؟ ليها طريقه معينه، اوكي؟ وعندي برج ماستر وبرج شويه تحس انه خاضع، اوكي؟ طبعا الستات لما تسمع حاجه زي كده تبقى مبسوطه، لانه تبقى عايزه كل واحد خاتم في صباعها، اوكي؟ طبعا هم اكتر حاجه حابين كده. طب فاطمه ايه اكتر برج بتلاقيه مثلا، بتلاقي حد برج مثلا، انا اجي اسالك اقول لك انت برج، تقولي لي انا مثلا برج الاسد، اقول لك لا انت برج الاسد ما يمشيش معايا. انا لسه كنت هقول الكلمه دي، شفت خاطرك يا شفتي عشان تعرفي القلوب على بعض. انثى الاسد كلنا بس نعرف الانثى حاجه، وال يعني الميل حاجه والفيميل حاجه تانية. يعني البنات في الابراج حاجه والولاد حاجه تانية، عشان كده مش بنحب نعمم في لما نيجي نقول حظ الابراج. فعندي الست شوية أقوى من الراجل في بعض الأبراج، عندي أنثى الأسد قوية جدا، وأهم ما يميزها إن هي ما بتسيبش حقها. الأسد؟ ما بتسيبش حقها خالص. يعني أنثى الأسد ست صعبة يا فاطمة؟ مع الرجل. مع الرجل، مش مع كل الناس. لا مع زميلاتها بتحس إن هي أخت، حبيبة، صديقة، لكن في عملها ما بتسمحش، ولا مع الرجل بتسيب حقها. بس أوكي؟ البرج ده في أبراج تانية برضو نفس الموضوع؟ أنثى السرطان ما تخطيش الخط الأحمر، لو خطيته يبقى أنت اللي جنيت على نفسك. فين الخط الأحمر يا نهلا؟ الخط الأحمر فعلا. الجوزاء بقى بتقول له من البداية 1 2 3 4 5 6، كل شوية تعيد له 1 2 3 4 5 6، أوكي؟ وعادي تفضل مسامحة طول الوقت، أوكي؟ عندي الحوت مشكلة عنده إن هو فاكر إن ما بيتكلمش، دي ميزة، لا عيب، لانه بيفضل معبي لغايه مره واحده بيخرج ينفجر. وده عيب انثى الحوت، يعني ممكن تنفجر مره واحده، فتقول ايه هي متغيره كده ليه؟ ايه اللي حصل مره واحده؟ جننت. مثلا فبيقولوا عليها ان هي مجنونه، لانه بتطلع مره واحده، لان هي بتعبي بتسكت بعدين تطلع مره واحده. والجوزاء نفس الموضوع ولا لا؟ لا، الجوزاء اللي على قلبها على لسانها، حتى بيقولوا ايه احنا بنخاف منها هوائيه، لا هي بتقول كل اللي عايزاه، بس خلي بالك ان هي ممكن تبقى لو هي في مود كويس دلوقتي خد عينيها، بس لو هي في باد مود
اوعى تقرب مثلا على بعد 10 متر. انا بحذر مينيموم. يعني خلي بالك اوكي، مع اني بتسامح بس عدي في وقت تاني غير الوقت ده. صح. الحوت ما عندهاش اي حاجه كويسه، بس في عندها نقطه سوداء تبع ال لا في حاجات كويسة طبعا الرومانسية، هي ما تقدرش تعيش من غير حب الحوت. في برج حتى حكينا الحوت لاقي تو فيشز يعني قاعدين سمكتين مع بعض يعني. وليها اسطورة بعدين بنحكي في الاساطير، كل واحد لما بيعرف اسطورته او قصته هيفهم كل حاجة بعد كده. حلوة قصتها حلوة. بعدين بس نخلي فيه تشويق. طب فاطمة، طب خلينا كده عشان مشاهدينا بيبقى ابراجهم متنوعة، انت قلتي دلوقتي الحوت والجوزاء والسرطان والاسد، ندخل مثلا على الثور، الست تخاف منها في ايه؟ في اني حتة يعني اني موقف؟ هي رومانسية جدا بس عندها برضو نظرية المؤامرة. لو مثلا اديلك مثال، لو اتصلت عليكي وما رديتيش يبقى تتكلمي مع حد تاني، يعني اللي هي مرتبطه يعني. ست الشكاكه، شكاكه ودايما تحس انه اللي بيحصل معها بيحصل مع غيرها. لو يعني لو هو قال لها كلمه حلوه، كم واحده قلت لها نفس الكلام ده؟ اوكي. ودي مشكله. ميرسي، ثانك يو. اوكي. اوكي. طب وست الحمل؟ انثى الحمل عندها مشكله ان هي ما بتعرفش تاخد حقها. بس زنانه يعني، ده عيب في الست الانثى. عايزه من ده، هات من ده. نفس الطريقه، فتحس اللي هو مرتبط بالحمل شويه يقول لك هي بتزن عليا في حاجه مش حلوه. اوكي. على فكره برضو الرجاله عندهم حاجات، بس انا بقول النهارده نتكلم على الستات بما ان عشان الرجاله بس الرجاله دلوقتي هتغار يا فاطمه. لا تقعد وتتابع، عايزين نكون يعني مع الاثنين، مش احنا عايزين احنا بنعرفهم برضو حاجات يخلوا بالهم منها. يا ويلو لو الباص بتاعه راجل الاسد، يعني شويه تحس انه صوته لا، وكمان انه باص الاسد بيدخل في كل حاجه، اختصاصاته وغير اختصاصاته. مش قيادي كويس صح؟ لا لا، اسمع على ما فيش. يعني من نوعيه اذا اديتيله على راسه بيتعدل على طول. فهو فاكر ان صوته العالي هو هيخوف اللي حواليه. وهو بيتكلم كمان مش على علم، بيحب يفتي كتير. صوتك العالي يدل على ضعف موقفك. ايوه بالظبط، هو ضعف لما يتكلم بصوت عالي، ده ضعف. صعب كتير بقى رجل الدل، فلسفه فيلسوف كبير. طول ما انا قريت الموضوع ده في كتاب اسمه مش عارف ايه. طيب انا مش عارف. معانا آية، ناخد تليفون نرجع لك. آية مساء الخير. آية على طول بتكلمي. حبيبتي. انت حبيبتي الناس كلها يا فاطمة. ازيك يا آية؟ الحمد لله. انت عاملة ايه فاطمة؟ الحمد لله. فاطمة عاملة ايه؟ علي صوتك شوية يا آية، ممكن تسمعينا من التليفون وعلي صوتك شوية؟ ماشي اوكي. انا كنت عايزه اسال فاطمه. اتفضلي معاكي. هي على الارتباط. انا 13. ده هي مختلفه. عندك كام سنه؟ 91. اوكي. عندك 91 سنه؟ لا، واحد مواليد 91. انت ما سمعتيش السؤال كويس عشان عايزه اجابه معينه. ادم ضحكت كده وهيحصل. ها بصي يا قريب، فاطمه عايزه اسالك على برج تاني. توافق. التوافق بينك وبين مين؟ 29/2. 29/2. بقالك قد ايه بتعرفي التاريخ ده؟ سنة بالظبط. احساسك بيقول لك ايه؟ يعني ايه اللي بيقول لك من جواك؟ ايه اللي قلقك؟ بصي، هو بالرغم ان كل حاجة متعقدة يعني، بس مش عارفة ليه حاسة خير يعني. ان شاء الله. ما انا بقول لك خير يعني، ان شاء الله باذن الله بيحصل خير. بس انا عايزه اعرف رايك. في توافق كبير، بس انا عايزاكي تشيلي الشكوك شويه، لانه اقتحمت حياتك الفتره الاخيره شكوك. فخلت العلاقه ما بينكم كلها خناق. تمام. حتى المفروض في عيد الحب انتوا تكونوا مبسوطين، تقريبا نمتي زعلانه يعني. ايوه. مش حلو عشانك خالص يعني. انا عايزه اقول والله نفسيتي تعبانه الفتره دي. طيب عموما عندك اخبار كويسه على الصيف الجاي باذن الله، ليها علاقه بالارتباط. شهر 7/8 الصيف بيبقى كبير يعني. فاطمه احنا ممكن نسجل التواريخ وهنرد كله مره واحده يعني، عشان ندي فرصه للمشاهدين اللي بيتصلوا. اوكي ماشي. يعني طيب لو تسجلي التواريخ معاكي. ناخد اتصال تاني معانا. هويده. الو هويده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا هويده. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. ممكن اكلم فاطمه؟ طبعا. لولا اتفضلي يا هويده. عامله ايه يا جميل؟ انا الحمد لله حبيبتي. انا عايزه، انا 21. اوكي.
عايزه اسال على الارتباط والعاطفه، وفي الايام الجايه خطوبه ولا لا؟ في الايام اللي جايه خطوبه ولا لا؟ اه هتعزمينا؟ ان شاء الله يا رب يسمع منك ربنا. يعني هنيجي احنا الاربعه نظبط لك الفرح جدا ان شاء الله. هيبقى في خطوبه عندك. هنور الفرح خلي بالك ان شاء الله باذن الله. فيه باذن الله. بنشكرك يا هوايدة على اتصاله معانا. اتصال تاني كريستين. الو الو، ممكن اكلم فاطمه؟ معاكي والله يا حبيبتي. سامعاكي اهو. اتفضلي يا فاطمه. اتفضلي يا كريستين. انا يا فاطمه بحبك قوي، وبقعد اسمع على طول البرنامج بتاعكم، وكان في بس حاجه عايزه اسالها منك يا فاطمه. اتفضلي. انا حلمت مره بحمامه لونها ابيض في زنبه جات لي في حلمي، وكان والدتي انا بتولع في زرع، ومرة وتاني حلم حلمت بيه ان انا بقول لواحده انا معرفهاش انت حامل. هل يا فاطمه انا ربنا هيديني؟ لان انا بس انا بزعل مع ناس كتير وبعض اوقات اتكلم عليهم. طيب يا كريستين، بتعرفي احنا مش مخصصين هاي الفقره لموضوع الاحلام، عندنا فقره خاصه بالاحلام. يعني سيفي الحلم تبعك وقولي بكره ماشي؟ بس لو عايزه تسال على برجها. عايزه تسالي حاجه في الابراج؟ خلاص فصل. وانا برجي انا عيد ميلادي 14/4/93. طيب هي منتظره ايه؟ هي منتظره ايه؟ طيب انت مستنيه حاجه معينه؟ هي مستنيه طفل او حمل؟ ايوه يا كريستين. كريستين انت مستنيه بيبي، او في فتره حمل، او مستنيه بيبي، يعني انت مستنيه حاجه بتحصل؟ مستنيه طفل. ربنا هيكرمك ان شاء الله باذن الله. يعني الحمامه دليل على حاجه سلام وحاجه حلوه. اوكي، فهي ان شاء الله باذن الله كانه ربنا بيديها رسائل عشان تهدى، فان شاء الله. انا حتى جسمي اشعر ربنا هيديها. وانا كمان. طيب يلا ان شاء الله خير. معانا سلوى. الو. ايوه يا سلوى. مساء الخير. مساء النور. ممكن اكلم فاطمه؟ ممكن طبعا، اتفضلي. ماشي. الو فاطمه. هلو حبيبتي. لو سمحت والنبي عايزه اسالك على حاجه. اتفضلي. ابني مقدم في شغل معين، لكن بقاله كذا سنه منتظر حاجه مهمه هي جدا. هتجيله الحاجه المهمه جدا ان شاء الله على مايو اللي جاي ان شاء الله. يعني يسمع اخبار الاول في شهر 4، لكن بتجيله في شهر مايو ان شاء الله باذن الله. يعني هي هتجيله فعلا؟ فعلا فعلا فعلا. انت عرفتي ايه هي؟ حاجه مهمه في الشغل، عايزها فيها سيطره. حاجه يتعين فيها. ان شاء الله. هي فاطمه من الواضح ان هي قاعده معاكم في البيت اصلا. انا عايزين حاجه. اصل انا بامن قوي يعني بفاطمه وبارائها بصراحه وبافكارها. ثانك يو حبيبتي. كلك ذوق، يا ربنا يديكي ان شاء الله عشان تستريحي وتنامي في الليل يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. متشكره جدا. ماشي يا سلوى. ميرسي. طيب خلينا ناخد اتصال تاني معانا. مصطفى. الو يا مصطفى. الو، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله. الحمد لله. فاطمه سامعاك، اتفضلي. عايز تسال اي حاجه فاطمه؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اعرف بس، انا تاريخ ميلادي 11 وداخل على موضوع كده، يعني انا في مشاكل الاول وداخل على موضوع جديد كده، ازاي احضر لكم جواز كده؟ هيكمل ان شاء الله، بس عايزاك تركز عمليا، يعني الفتره اللي جايه مهمه جدا عمليا ليك. لانه الفتره اللي فاتت كان عندك ركود، بس في تعويض كبير عليك الفتره اللي جايه. انت متلخبط الفتره دي بس، لانه في ضغوطات عليك كتير، بس مطلوب منك الهدوء، لان كل حاجه تمشي زي ما انت عايز ان شاء الله يا مصطفى. ان شاء الله يا مصطفى. بنشكرك على اتصال. ومعانا برضو اتصال تاني. اسماء. الو. الو. ايوه ازيك يا اسماء؟ ايوه لو سمحتي ممكن اكلم خبيره الابراج؟ يا سامعاكي، اتفضلي. انا عايزه اسال عن برجي وبرج جوزي. اتفضلي. برج جوزي 4/7. 4/4/89. انت ال 4/4؟ لا، جوزي 4/4/89. وانتي؟ وانا 4/7/89. شويه في بينكم مناقشات مش حلوه، وانتي شاكه في حاجه. بس حصل معانا في 2015 مشاكل ياما. ايه مسكتيه بيعمل حاجه؟ ايه مسكتيه بيعمل حاجه؟
لا انا هقول لك على الاسئله اللي عندي وحضرتك تجاوب عليها بعد ما اقفل عشان انا مستمع. طيب ماشي اوكي قولي الاسئله. حصل معانا مشاكل ياما في 2015 ونصب وفقدنا مبلغ حوالي 38,000 جنيه راحوا مننا، ناس نصبت علينا كنا عايزين نشتري حته وكده. ايه سؤالك يعني اسماء اللي انت عايزه تعرفي الفلوس هترجع ولا لا؟ الاتصال اتقطع. طيب عموما الفلوس هترجع بس مش من نفس الشخص، هيتعوض عليهم بطريقه تانية يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب فاطمه احنا دلوقتي عايزين نجاوب طب في معانا هبه، ناخد هبه ونجاوب. طيب صافي. الو يا هبه لو سمحت ممكن اكلم فاطمه؟ كلميها بس علي لنا صوتك مش هنسمع السؤال. طيب انا عايزه، انا 16/6/1994 وخطيبي 24/1/1988. عايزه اعرف التوافق خصوصا ان احنا اصلا مفيش توافق خالص ما بيننا. ده انا كنت هقول لك الزواج السنه دي. ليه كده يا هبه؟ وفعلا هو الزواج السنه دي عشان كده احنا مش متوافقين خالص. اهدي انت بس شويه يعني، يعني سيب الراجل عشان هو عليه ضغط كبير عايز يظبط الدنيا كلها، انت مستعجله على كلام الحب هيتقال بعدين يا هبه. في توافق بس انت مستعجله. انت قصدك ان هبه رومانسيه والطرف الثاني عملي شويه؟ هو عملي وما بيديلهاش الكلام اللي هي محتاجاه، هي محتاجه كلام حلو يتقال لها. فهي مستعجله فبتقول لك شو الراجل يشوف وراه يا هبه الاول. ايه الزوج هبه الدنيا يا هبه. طيب خلينا ناخد اتصال تاني معانا. شيماء. الو يا شيماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيماء. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا 1/8/80. انا مش فاطمه. فاطمه ايه معاك؟ عايزاني اجاوب انا؟ اوكي ما عنديش مشكله. انا هدرت معاك قلت لك وانس يدرس تاكشيتا خلاص. اوكي زي انا مش هجاوبك. اتفضل قولي البرج بتاعك. انا بعيد عن التلفزيون عشان مشغلين التلفزيون جوه، فانا بعيد عن التلفزيون عشان كده مش شايفه. اوكي بقول لحضرتك انا 1/8/80 وجوزي 2/1/77. عايزه اسال يعني في مشادات كده بينه وبين اهله كده وظروفه في الشغل. خصوصات شويه في الشغل وكده. بصي هو الفترة اللي جاية عنده أخبار عملية جيدة جدا، أما بالنسبة للمشادات مع أهله هو طول عمره كده، يعني هو طول عمره مشاكس مع أهله، مش عاجبه آرائهم يعني. طب بنشكرك. اتصال معانا اتصال تاني. ناجي. ألو. الخير يا فندم. مساء النور يا ناجي، ازيك؟ الله يخليكي. أكلم من الأستاذة فاطمة؟ اتفضل، هي سامعاك، اتفضل. كنت عايز أستفسر عن بس التوافق. أنا 27/4 و1/8 وعامل غير ماله؟ 27/4 و1/8. انت بتسال على ايه بالظبط يا ناجي؟ يعني على التوافق ما بين. هو استاذ ناجي شويه مبسوط على الرغم ان هو وسط عيله، بس حس انه حاسس انه وحيد، محدش شايف طلباته، محدش حاسس بيه. دي مؤلمه بالنسبه لنا يعني، دي اكتر حاجه باينه من صوته يعني. يعني المشكله في البارتنر بتاعه قصدك يا فاطمه؟ يعني يحاول يعمل حاجه شويه. انا بنصح بالجواز التاني. اقول ايه يعني؟ طب اعتبر نفسك يا ناجي ما سمعتش الكلام ده خالص. لا هو مظلوم بصراحه يعني، عارفه لما بيبقى في حد تاني المظلوم. لو الست انتوا عارفين انا معاهم، بس هو فعلا باين عليه انه جرب كل حاجه بس مش نافع حاجه. حتى نبره صوته كان. ايوه فعشان كده نصحته على طول. طيب ناخد بسمه. الو يا بسمه. ازيك؟ هلا ازيك، شو اخبارك؟ ممكن اكلم فاطمه؟ معاكي فاطمه. تفضلي حبيبتي. انا كنت عايزه اسالك، انا 28/7/87. اوكي. يعني كنت عايزه اعرف كل حاجه عن العمل، عن الارتباط. عايزاكي ما تركزيش مع زملائك في العمل، اوكي؟ انت مستنيه ترقيه او نقله من مكانك؟ لا انا لسه مش بشتغل دلوقتي. طيب. انا كان عندي مشروع وقفلته، فانا كنت عايزه اعرف اذا كنت هعرف اعمل مشروع تاني ولا لا. طيب انت في حد معاكي مشاكل زي جيران او اصدقاء او حاجه زي كده؟ لا هو في يعني انا كنت بشاركه اختي وكده اهوت، بس اختي جوزها عمل لها مشاكل وكده وقفلنا المشروع دوت. فهو هو اللي عمل لنا مشاكل جوز اختي. ده من فتره قريبه ولا من فتره بعيده؟
من فترة قريبة من شهر 10/2015 كده. طيب انسي كل اللي فات ده خالص، اوكي فهماني، وابتدي صفحة جديدة، لان الفترة اللي جاية عندك نجاح في حاجة تخصك انتي وبدون مشاركة، لان انتي تنجحي لوحدك. عشان كده بسألك، عندك نقلة، عندك حاجة لفوق، هتترفع لفوق، يعني عندك حاجة اعلى من اللي انتي كنتي فيها. في القصاد بقى العاطفة عندك مش مظبوطة خالص. طيب هناخد اتصال تاني معانا، الاسم ده بحبه قوي انا. رشا اتفضلي يا رشا. الو ازيك يا رشا؟ الو السلام عليكم. مساء النور يا رشا، انا لسه بقول الاسم ده انا بحبه قوي. ازي حضرتك؟ انا مواليد 1/1/4 برضه ليا خلاص. طيب انا مش فاطمه، اتفضلي فاطمه. فاطمه مصممه انه انا اللي اقول للبرج. ايوه. طيب قولي لنا يا رشا. انا تاريخ ميلادي 1/1/84، فكنت عايزه اعرف عن الارتباط والعمل. اوكي يا رشا، فاطمه هترد عليكي. اوكي طيب، انت دلوقتي بتشتغلي ولا ما بتشتغليش؟ لا مش بشتغل. طيب انت ما بتسعيش اصلا يا رشا؟ لا بس في الفور مفيش فرص يعني خالص للشغل عامه، مقفوله جدا يعني. لا في فرص بس انت غافله عينك عنها. اوكي العاطفه هطلب منك انك تنتظري شويه، لانه عندك امور مش تمام مع العاطفه. بصي يا رشا، ممكن يبقى في ناس قدامنا حاجات بس احنا مش واخدين بالنا منها، يعني في غشاوه شويه. صح. ده فهمتك. معانا اتصال تاني، نوره. مساء الخير. ايام مساء النور، ازيك يا نوره؟ كويس الحمد لله. ممكن اتكلم الدكتوره فاطمه؟ اتفضلي يا سماعيكي حبيبتي. ماشي، عايزه اشوف حظي. يعني انا مواليد 25/9/84. اوكي 25/9/84. بص، هنا واخده من الميزان واخده من العذراء. بس انا دي تمشي معايا ميزان. المفروض ان الفتره دي عندك ماديات، بس انا ما بعرفش المصدر بتاعها جاي منين، يعني انت محتاجه ماديات فهي جايه لك الفتره اللي جايه. اما بالنسبه للعاطفه معاكي مش ماشيه تمام، بس هتظبط تاني، هترجع تظبط تاني. ماشي يا نوره، بنشكرك على الاتصال وان شاء الله الحياه تظبط معاكي. فاطمه معلش هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع فاطمه تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا، ورجعنا لفاطمه. وانا حابه اسالك فاطمه، بما انه حكينا عن ابراج الستات بتفصيل، يعني عشان الوقت، فينا نعرف مين من يعني الابراج تبع الرجال احسن حدا بيزبط مع اكثر ابراج الستات؟ يعني بص بقى، راجل العذراء بيعرف يتكلم تمام. ده بجد؟ بس انت قلتي ايه؟ بس هو بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يجذب كل حد حواليه، ورجل الحوت كمان رومانسي. يعني هي بنسب، كل واحد عنده حاجه، بس نجمعهم ونخليهم في راجل واحد. فاهمه؟ يعني كل واحد عنده حاجه. اوكي. الميزان نخلي باله يعني نخلي بالنا منه، لانه كلامه حلو بس بعد الارتباط بيبقى حاجه ثانيه، عملي. عملي يعني. تحب العمل بالفعل ايه في الميزان في الراجل؟ هو عملي اكتر منه يبقى عنده امور العاطفيه، بس لما يكون منجذب في الاول بتلاقيه حاجه تانية خالص. فتلاقي الامور بعد كده اتغيرت، تقولي ازاي؟ لان هو اي حاجه جديده تحس ان هو زي الطفل بيروح ليها. ربنا يهديه. رجل الجوزاء مخيف شويه، لانه بيغير كلامه طول الوقت يعني. والثور؟ الثور حلو، طيب يعني كويس، مسكين يعني. اموره كويسه بس انا حاساها هتبكي. بس خليني انا اخد الاتصال وبعدين نبكي مع بعض. ماشي. طيب ناخد اتصال معانا محمود، بس ما بينساش. الو. لو سمحت عايز اكلم استاذ فاطمه. طبعا اتفضل. وانا مواليد 11/10 ميزان، وعايزني دلوقتي انا بقدم على ورق، عايز اعرف هيتوقف بالنسبه لي. بيقدم على ورق مهم. بالنسبه لي هو مرحله دلوقتي للميزان مهمه جدا، عايز يعمل فيها اي حاجه يعملها، لان هي مرحله تحقيق كل حاجه على حسب رغبه كل شخص. فانت لو بتقدم اوراق مهمه هتتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. لحد امتى يا فاطمه يخلص؟ معانا كده النص أربعة، مرحله مهمه في حياته، مهمه وكويسه. طب ناخد اتصال تاني. الو دينا. ايوه مساء الخير. مساء النور يا دينا.
مين؟ انا نهلة ومعانا فاطمة. ازيك يا ليلى، وحشتيني. ازيك يا ليلى؟ نعم ما سمعتش. انت زي القمر النهارده ما شاء الله عليكي. ميرسي. ممكن اكلم فاطمه؟ اتفضلي يا حبيبتي. يا سمايك على فكره لولا دلوقتي بقت تفهم في الابراج كويس يعني. فاطمه لا انا من اكثر المعجبين بيكي اصلا، انا بتابع كل يوم ثلاث البرنامج عشان اتفرج عليك. ثانك يو فيري ماتش. اكلم وعايزه اقول لك ان في حاجات كتير يعني انت قلتها لي فعلا حصلت، فعشان كده انا يعني كان نفسي قوي قوي اكلمك النهارده باي طريقه. انت طبعا عارفه هقول لحضرتك تاريخ ميلادي، هو انا 6 اكتوبر وكمان انا بستنى ارتباط وكده من حد، فكنت عايزاكي تقولي لي الارتباط هيحصل ولا كده يعني. هيحصل بس الهدوء. شفتي الهدوء؟ هيحصل ان شاء الله يا دينا. هيحصل. هي 6 اكتوبر ميزان يا فاطمه. دينا لسه معانا طبعا صح؟ اكيد معاك. ماشي ميرسي يا دينا، وضلي اتصلي فينا. دينا مش عايزه تسال سؤال تاني معلش. والله طيب يلا اتفضلي. اتفضلي يا دينا. فاطمه طيب ده مثلا هيحصل من اللي انا بحبه ولا من حد؟ من اللي بتحبيه انت. تقدري ترتبطي بحد تاني غير اللي بتحبيه؟ يا انا بحبك حب يا فاطمه والله العظيم. والله احنا كلنا يا دينا بنحبك. انا كمان بموت فيكم. انت صديقه البرنامج يا دينا، واهلا بيكي في اي وقت يا حبيبتي. ليلى بتسرق الخبره. كيف عرفت اني هتسال سؤال ثاني؟ مش فاهم. عشان انا حاسه دينا هي من ساعه ما لبست اللبسه بقت حد ثاني يا جماعه. خلاص طيب يلا نور. الو. الو يا نور. الو. ايوه يا نور سامعتك. مساء الخير يا كيوتا. مساء النور. ممكن اكلم فاطمه؟ اتفضلي معاكي اساليها. لو سمحتي انا كنت الاول مرتبطه بس هو كان اكبر مني شويه يعني وكان متجوز وكده فالارتباط ما كملش ما نفعش يعني. انتي من اسكندريه؟ وكان عيد ميلاده 15/5. انتي اسكندرانيه؟ كده بسالك. اسكندرانيه انتي؟ اه. اوكي اسألي يعني هل هيرجع تاني ولا لا؟ لا انا عايز اعرف بس ايه اللي هيتم يعني. في ايه؟ انا ما فهمتش سؤالك خالص يعني. عشان حصل مشاكل وكده يعني. انا كنت مرتبطه تمام؟ ايوه. وهو كان متجوز وكده واهلي ما وافقوش فاتخطبت وكده يعني، ففي مشاكل حاصله لسه يعني بيتكلم وبيطاردني وكده، ف مش عارفه ايه اللي هيتم. انا خاطري عيد ميلاده 24/5 وانا 9/9/89 عزراء وهو 24/5. والاولاني ده 15/5. طيب انا سالتك سؤال لما قلت لك على الاولاني قلت لي لا انا مش عايزه، طب ليه بتسالي على تاريخه لما انت مش عايزه؟ لا انا عايزه اعرف ليه يعني لحد دلوقتي بيطاردني. حاجه فاتت وماتت ليه بتسالي؟ انا عايزه اطمن يعني فيما بعد ايه؟ ستات ما بيعرفوش يكذبوا. عموما هيبقى في عندك اتصال منه بس الارتباط التاني دوت انت مش واخداه عن اقتناع. اوكي فانا ما بحبش اتكلم في الامور دي، بس لو هي سؤالها اللي عايزه تعرف اذا كان القديم هيتكلم ولا لا هيتكلم. اوكي. يعني لو في عندكم وقت هقول كلمتين كده النشرة سريعا لكل برج. بقول الحمل هي عندك مرحلة اشتياق وفي عندك شريط الذكريات بيمر قدامك، خلي بالك من ألم بالمعدة وبنصحك انك تزور طبيب العيون، بتحتاج على التركيز على أهدافك الفترة اللي جاية. الثور المرحلة الجاية هامة جدا في حياتك لأنه هيسقط أقنعة المحيطين اللي هيجعلك تصيب بالذهول. بقول الجوزاء اهتم بنقاء ذهنك بان مازال بداخلك اشياء جميله. اهتم كمان بطاقه العمل الفتره اللي جايه، عندك طاقه انتاج كبيره، عندك وعود من ناس في الجزء العملي هتتم ان شاء الله، حضر ليها الفتره اللي جايه. السرطان انت مكبر دماغك جدا، بتحاول تشعر الاخرين بالثبات الانفعالي، تحتاج انك في الفتره دي تتاقلم او تاقلم روحك على العمل بروح الفريق. انت بتسمع لاراء المحيطين، ما تركز على اراء الحاقدين، انتبه الى شخص يحاول ان يقع بك فريسه. وللاسف مواليد الفتره الاولى والاخيره في
في مواليد برج السرطان مرحله تستدعي التركيز. طيب سوري فاطمه، لقد دق ناقوس الوقت. سيبني بكره الله يخليك. ثانك يو. عم نكمل نشره الاسبوع الجاي، وكثير مبسوطين انه نكتي معنا. ثانك يو فيري ماتش. بجد احنا مبسوطين. احنا بنعتذر بس لبقيه المواليد النشره ان بس نجرب الوقت. والاتصالات كانت كثيره شوي. نلاقيكي الاسبوع الجاي ومشاهدينا. هلا حنطلع فاصل ونرجع مع علم الفراسي ومع كابتن عمرو جرانا. لاقونا بعد الفاصل.